السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل شكل المدينة هيبقى عامل ازاي سنة 2050. عندك 2030، 2040، 2050. طيب احنا هنشوف ايه اللي موجود هنا. طيب خلينا ناخد دبي مثلا، ده تخيل شكل المدينة سنة 2050، نظرة كده للمستقبل، شكل المدينة بعمل ازاي. في فكرة ان يبقى في، انا تحت سحاب بتطير، دي فعلا قرينا عنها من سنين بالشكل دوت. اي مبنى عايز تدوس عليه بتلاقي معلومات علمية موجودة فيه، يعني مش مجرد خيال، هو بيشوف ايه المشاريع اللي محتملة. في ان تبقى فيه طيارات اير ترافل، تدوس بقى تسمع تعرف ايه طبيعة المشروع دوت الشكل دوت. طيب خلينا نشوف ده مكان تاني غير دبي. انا مش عارف الصراحه دي ايه، هي في السعوديه. تمام تعال نشوف. تعال نشوف مثلا الجزائر. جميلة الجزائر، واو. طيب ايه تاني، تعال نشوف حتة كده في افريقيا، لان افريقيا بقى فيها تطور جامد الفترة ديت. احنا مش عايزين نقعد نقرا، احنا عايزين نشوف صور كده وفيديوهات بقى، زي ما كنا بنجيب قصص زمان، نقعد نقرا، نقعد نتفرج على الصور. دبي اللي كانت جميلة. طيب خلينا نروح أي كده دول في أوروبا ونشوف. معرفش احنا دخلنا فين. اي حاجة 360 اهي. حلو العجلة اللي على هاي الكورة دي. في شوية أفكار خيالية موجودة في الموقع، فيعني موقع مسلي لحد كبير.